ناجحة كانت التوقعات حول تمكن مارادونا من أن يقود منتخب بلاده إلى نهائيات. هدفان لدييغو الذي يجعل لاعبي أمريكا الجنوبية قريبين من الفوز بكأس عالم أخرى. إن لم يكن أفضل لاعب في العالم، رجاء ليخبرني أحد ما أين يمكننا إيجاد أفضل منه. هالة المجد تحيط بمارادونا، وها هي الشهرة التي أنقذته من الفقر تحوله إلى سجين. لا يمكنه أن يعود إلى ذلك المكان المجهول الذي أتى منه. ما من فحص دم يثبت مدى ونسبة النجاح، لكنه النجاح الذي كان أكثر دمارا من الممنوعات. في جهة ينتظره المجد، وفي جهة أخرى يلوح الدمار في الأفق.